أوكي، راما كاتبة الالتزام، سألتني سؤال عن الالتزام. نسمع نقرأ نعرف ولا نلتزم، لماذا؟ ليش أنتوا تحسون إن هي تسمع وتقرأ، أو أنت يمكن تسمع وتقرأ ولا تلتزم؟ ليش تظن إن هذا يحدث؟ المشكلة في الالتزام إن إحنا نقرأ، يعني اليوم مع الرسائل الكثيرة، طبعاً ما أعرف، يعني هذه بس نظرتي أنا لهذا السؤال، مع الرسائل الكثيرة إحنا نقرأ عن موضوع ونقرأ يمكن العكسه، نقرأ عكسه في نفس اليوم. يعني نقرأ مثلاً إن القهوة مضرة ونقرأ في نفس اليوم إن القهوة مفيدة. ممكن إن إحنا نقرأ إن سؤال إن صق لي شيء هني ما أعرفه شنو، هذه ولدي مسوي لي إياه الأيام، عندها الهوس البريسلتس. اي، فنقرا عن شيء وبعدين نقرا عكسه، وبعدين نتابع فلان يقول هذه زين، ونتابع فلان ثاني بعد نحبه ويمكن اثنينهم في نفس المجال يقول العكس، فيصير هذا التشويش. فمهم جدا ان انا لما اقتنع بشيء ما ادخل واشوش نفسي. مثلا توصلني تعليقات بعض الاوقات ان علي ابغى اسالك، فلان قال ان مثلا الشاي الاخضر مفيد كمثال، لكن انت ذاك اليوم قلتي انه هو فيه كافيين، فانت ايش رايك على اللي هو قاله؟ فعلى اساس انه تبي تتم تتابع هذاك الشخص، بس صار في تناقض بين اللي انا قاعده اقوله واللي هو يقوله، فهي الحين تحتاج انها تقرر على هذا القرار النهائي، يعني على تلتزم ولا لا، وما تعرف شلون تلتزم، وتبي تصدقني بس هو بعد ايضا الشخص الاخر ايضا كلامه يهمها. ف هذا هو الفخ، الفخ هو التشويش. فاليوم زادت المعلومات، اول ما يحصل معلومه الا اللي بيقرا كتاب، واللي ما يشتري الكتاب ولا ما يحصله ولا ما يقرا، فيقدر يركز عليه، يمكن بيقرا على اسبوعين ثلاثه فيركز على نفس الاراء، نفس الراي، راي واحد، راي هذا الكاتب، ويظل عليه. اليوم في تشويش في الرسائل، الكم الهائل من الرسائل مسوي لنا تشويش. فانت لازم تقررين في البدايه ان انا وين بوقف. اذا انا تابعت فلانه وقالت لي هالمعلومه واقتنعت فيها، خلاص بجربها، حتى لو مو بشرط ان انا بلتزم فيها، بس بجربها وبعطي نفسي تجربه، خلينا نقول شهر او شهرين. اذا بعدين حسيت ان انا انتفعت منها، جسمي تغير بسببها، حسيت باعراض احسن، اظل عليها. اذا حسيت ان لا اقدر، ممكن اصدق شخص ثاني. بس احنا تاركين هذه الخطوه كان في خطوه اساسيه في الوسط، اللي هي خطوه التجربه واستشاره الجسد. يعني فنسمع ونسمع ونسمع ونتشتت. فما أعرف، أحس هذه النظرة قديمة، مالت أنا بس بسمع للطبيب ولا بس ما أسمع للمختص، وما بسأل نفسي وما بتشوف أنا إيش رأيي وما بتشوف أنا إيش حسيت عقب ما سويته، بس لأن فلانة قالت أنا أخذته. فتشوفين مثل الموضة اليوم، بس لأن فلانة سوت شعرها كذي أنا بسوي مثل، حتى إذا هو كريه عليك وما يناسبك أصلاً ويناسبها ومو حلو عليك، بس أنا بتبعها عمياوي. فحتى اللي انا اقوله لا تصدقينه، لا تطبقينه، لا تتمين عليه الا اذا طبقتيه وحسيتي انه هو فادك، او في شيء في مخك حسيتي انه صح، حسيت ان هذا صح فبظل عليه. فهذا هو سؤال واحد. كيف اعطي نفسي الابروفل عندما أكون في الحقيقة مهزوزة من عدم تأييد المحيطين؟ إيه، هذا سؤال جدا مهم، إن شلون أنا أعطي نفسي الموافقة على شيء أنا اتخذته، على قرار أنا اتخذته، بينما المثبطين اللي حوالينا طبعا ما شاء الله في العالم العربي، يعني يا كثرهم يا كثرهم، فصعب صعب. يعني سويت شم حلقة عن صيام الماء مع شباب اثنين، كل حلقة وحلقة مختلفة، وكلهم يقولون لما تاخذوا قرار صيام الماء وقرر انه هو بس يجرب انه بس يشرب ماء، اصعب شيء ما كان صيام الماء، كان الكلام اللي كان ينقال لهم ان انت مينون، ايش قاعد تسوي في روحك، وانت شنو. طبعا بعدين لما ينجح المشروع ويشوفون النتائج عليك، بعدين طبعا انت ايش سويت وعطني البروجرام وخلا اسوي مثلك، وهذا البرنامج شلون ساعدك وشلون كان، بس وانت فيه جدا صعب، جدا صعب. يعني نفس الشيء مع تغيير الاكل، يعني انا طريقتي الاولى خلينا نقول والاهم ان ما اقول حق احد انا ايش قاعده اسوي،
فكثيرين يستنتجون ان مثلا علي انت نباتيه او انت ما شنو، فانا اقول لهم ترى انا ما احبس نفسي في اي اطار. يعني في حلقه سويتها هل انا نباتيه، لان هذا السؤال يوصلني كثير. ما احب ان احبس نفسي في اطار مجتمعي كانه بوكس، عشان بعدين هو يقدر يقول حق نفسه وليش يبيني انا احط نفسي في اطار، عشان هذه ما بسمع لها اصلا، هي نباتيه وانا اصلا ما احب النباتيين وما اعترف النباتيه، فما بسمع اي شيء هي تقوله حتى لو الموضوع ما له دخل بالنباتيه. ولكن ايضا ان لما احصر نفسي اتوقف عن الاستماع لجسدي، لان انا خلاص اتبع ايديولوجيه كاني اتبع ناس معينين تاخذوا القرار وتاخذوا القرارات الباقيه عني كلها، فلازم اتبعهم خلاص عمياوي. لا، انا ابي تكون عندي فرصه ان انا اذا اليوم بختار اكون نباتيه، باكر شفت لحم انا ابي اقرر اذا باكله ولا لا، انا ابي اشوف انا صحتي شلون، انا ابي اقرر تاثير قراري هذا على نفسي، على البيئه، على من حولي، على الحيوان نفسه، على انا ابي اتخذ هالقرار، مو بس لان انا انحطيت في هذا الاطار وخلاص بتبعه. فطلعت عن الموضوع ونسيت السؤال شنو كانت تقول. شلون اعطي نفسي الابروفل؟ فمثل ما قلنا من ساعة، إذا أنت بتتمين تشككين وبتسمعين حق فلان وفلان وفلان، أنت الموافقة لنفسك بتهتز. يعني أنا لما كنت مسافرة كمثال، أنا أحط أشياء طبيعية في شعري عشان حق الشيب، فحنا على كوفي على ما شنو، ما أحط صبغ، فعشان بس أغطي الشيب. طبعا لأن عقب 40 بدأ يزيد الشيب، وهالسنة بالذات أنا الحين 44 عشان بس اللي يستفسر، هالسنة بالذات مع السترس والأشياء اللي صارت 2020 والأشياء اللي صارت وايد زاد، وايد زاد لأن القلق وتوتر زاد. المهم، فأنا كنت مسافرة وأشوف الناس على طبيعتهم مرتاحين مفتكين، وأنا دائما عندي هذا الشيء يعني وايد بالنسبة لي مهم، بس حلو إن الواحد يشوف إن الناس معطين نفسهم موافقة على إن يسوون أي شيء. ولما هي تمشي في الشارع ولا تركب الباص ولا تركب القطار، ما في هذا التثبيط بالمستوى اللي عندنا. اكيد عندهم هم يعني يمكن مستوى معين من يمكن تعليقات توصلها يمكن من اهلهم يمكن كذا، بس حلو هذا الشعور بانه خلاص ما في احد بيقول لي شيء، ما في احد بيتدخل، ما في احد بيسالني بامتن بضعف بتزوج بخلي شعري يطلع بخلي. المهم، فعجبني اللوك وقاعد الحين أتم ولا ما أتم، فما قررت للحين، بس حلو هذا الشعور. حلو إنه مو بإن أنا قط مرة افتكرت في الناس يعني، بس هو مو دائما عن الناس، هو عن أنا، هل أنا أقدر أعطي نفسي الموافقة عندما أتخذ هذا القرار. يعني الصوت الداخلي شنو بيكون مستوى الليفل الإزعاج اللي بيهيني من جلد الذات ولا من تعليقات من النفس، شنو بيكون هذا المستوى. فأنت عندك أكثر من شيء، يعني عندك النقطة الأولى أن أنت لازم لما تتخذ هذا القرار إذا هو معارض لما يقوله الناس أو لما يحبه الناس، لازم أول شيء تقرر أنت شلون بتتأثر فيهم ولا لا، وشلون بترد عليهم وشلون كذا. والسؤال الثاني، أنا شلون بتفاعل مع هذا القرار مع نفسي؟ وهذا هو السؤال الأصعب، لأن دائما إحنا نظن إن هي مسألة بس الناس شو بيقولون، وأنا إذا صرت ما أفتكر في الناس خلاص إذا بعيش حياتي على راحتي. ولكن هو فعليا يعني يمكن بالنسبة لي أنا على الأقل، يعني بعض الأوقات يكون الصوت الأقوى والأزعج هو صوت النفس. أنا شو بقول عن روحي، أنا شو بحس عن نفسي لما شكلي يبدأ يتغير، لما لوني يبدأ يتغير، لما لون شعري يبدأ يتغير، لما طبعا اللي موجودين في السوشيال ميديا يكون هذا الضغط عليهم اكثر، لانه مو بس الناس ونفسي، بعد المتابعين وفي اللي بيذم واللي بيحط كومنتس واللي بيحط كذا. فحلو السؤال، والسؤال الجواب يعود الى ان انا كيف اثبت نفسي في قرارة نفسي. وما اقول لك ان شيء خطوه تصير بين يوم وليله، وما اقول لك ان هي تصير حتى لو بعد فتره، تصير وتنتهي، هو عمل متواصل، يعني دائما لازم اواصل اشتغل على هذا الموضوع. اوكي، خلينا ناخذ سؤال عن قاعد اشيك سؤال عن الجسد، يعني انا كله في اسئله عن فقدان الذات وعن تقول تكلمي عن الحليب البقري لان اشوف ناس تحذر منه، ايش السبب؟
سويت كذا حلقة عن مضار الألبان موجودة على يوتيوب، وعندي في الواقع ملف داخل عن قبل أيام السوشيال ميديا لما كنت أتكلم عن الألبان، وكتبت مرة مقال في الجريدة. كنت كل أيام أكتب مقالات في الجريدة وفي المجلات وكذا، لما كان الإعلام إعلام صجي يعني، أو كان إعلام تقليدي خلينا نقول. فكنت كاتبة عنه في كتابي أريد أطفال أصحاء، أريد أطفال أصحاء، وكتبت عنه في الجريدة أظن ولا شيء. وذيك الأيام لما يسب، ما يسب بالكومنت، يسب مثلا في رسائل القراء في الجريدة. فواحدة كتبت رسالة طويلة عريضة للحين عنديها في الملف في المكتب، رسالة طويلة عريضة عن إن شلون هذه مجنونة وتتكلم عن الحليب البقري وشلون إن لا مضار وإن شلون يعني هذه معتقدات غبية يعني. وإن فاحنا قاعدين نتكلم الحين عن يعني خلينا نقول أوائل الألفين، يعني 2003 2004 كذي. فهذه الفكرة في البداية، في بدايتها كان في لها معارضين كثيرين. الحين طبعا ما في أحد ما يعرف الحليب التجاري اليوم، الحليب البقري التجاري عليه علامات سؤال كثيرة، لأنه فيه هرمونات، وتدخل الهرمونات عندنا وتسبب تكيس. وايد وصلتني أسئلة عن التكيس، يسبب تكيس، يسبب عقم، يسبب تليفات، يسبب يمكن حتى المراهقات يوصلون سن المراهقة أسرع، الدورة تصير أثقل، الرجال أجسامهم تتحول من أشكال رجالية إلى أشكال نسائية، يصير التثدي عند الرجال، يزيد عندهم الدهون، تزيد عندهم الدهون الفات يزيد. فهذه الهرمونات لما تدخل بالجسم بشكل متواصل من البقرة، ولكن ايضا من الهرمونات التي تعطى للبقره. فحتى لو الحليب طبيعي، لان في ناس يقولون لي اذا احنا نربي البقره وكذا، هي فيها هذه الهرمونات المكبره اصلا عشان العجل يكبر ويصير حجمه يتضاعف. فالمفروض ان تكون فيها هذه الهرمونات واحنا ناخذها بشكل متواصل. وممكن هي لانها هرمونات مكبره ايضا، يصير ممكن لا قدر الله تكبر خلايا سرطانيه، اذا عندنا خلايا سرطانيه صغيره ممكن ان هي تكبرها. ففي مشاكل عقم كثيرة، مشاكل حمل كثيرة، مشاكل المراهقة، البنات قاعدين يوصلون سن المراهقة اليوم أبكر من قبل، حب الشباب وايد يتأثر، لأن كان في سؤال عن حب الشباب وايد يتأثر بالمشتقات الألبان. فقاعدين نتكلم عن الحليب، الأجبان، الزبادي، اللبنة، اللبن، الكريم، فكثير من أكلنا يحتوي على هذه الأشياء. ولكن في حلقات موجودة على يوتيوب اسمها مضار الألبان، عندي حلقة اسمها بدائل الألبان، عندكم خيارات كثيرة. فالحليب النباتي بأنواعه، لأن قاعدة طالع التعليقات، فالبدائل هي حليب النباتي بشتى أنواعه، حليب جوز الهند، حليب الشوفان، حليب اللوز، حليب الكازو، حليب ما بقول سويا، لأن سويا ما أنا ما أحس أنه هو بديل جيد لأنه يسبب مشاكل ثانية، وكثيرين عندهم حتى حساسية سويا. وحليب الماعز، في نزلت حلقة مؤخرا أن هل حليب البقر أو حليب الماعز أي واحد أحسن، شوفوها لأن شرحت بشرح مطول فما بيكرر حق الناس يتابعوا هذه الحلقة. حليب القمح أوكي. فسؤالك في محله، وكثيرين يحذرون منه، وأنا شخصيا ارتحت كثير، خاصة اللي عندهم جيوب مثلا، اللي عندهم احتقان متواصل في اللوز. أنا كان عندي وايد أول لما وقفت الجبن كله تحسن. فسؤال تكيس المبايض تكرر، فلازم أجاوبه على السريع. تكيس المبايض رحلة، هي تحتاج رحلة تحسن. الخطوة الأولى هي الامتناع عن الألبان مثل ما قلنا، ولكن أيضا لازم يكون فيها تخفيف الخبز والجلوتين، خاصة القمح لأنه هو من الحبوب اللي يمكن فيها شوي أكثر تعديل وراثي. السكر يلعب دور كبير في تكيس المبايض، كل ما زاد السكر في الحلويات. قاعد نتكلم الحين عن السكر المصنع الأبيض اللي ينحط في الحلويات، اللي ممكن تحطينه في الشاي. السكريات جدا تعلي، وإذا وقفتي كل السكريات وما زال عندك مشكلة تكيس، تحتاجين أن يمكن تلجئين إلى تقليل خلينا نقول السكريات الأخرى اللي من الفواكه. فحتى إذا أنا قاعدة أكل سكريات مثلا، بعطيكم مثال أسهل،
واحدة كان عندها تكيس ووقفت السكر وسوت كل شيء ووقفت الحليب ووقفت كذا، ما كان يروح ما كان يتحسن. فنبحث نبحث نبحث معاها، قلت لها الحين خلص ما فهمنا شنو قاعد يصير، فقلت لها اعطيني بالضبط شنو تاكلين. اكتشفنا ان هي تموت على التمر كمثال. قالت لي اكل كذا وبعد الغداء اخذ لي تمرتين وبعد العشاء اخذ لي كذا وبعد الصبح اقوم واخذ لي تمر. فصار لان هي وقفت السكر ما فهمت ان لازم انت توقفين تاثير السكر ايضا، خاصه اذا التكيسات قديمه وكثيره. ف ممكن ان انا استبدل الحلويات بالفواكه، ولكن خلوا بالكم من الفواكه اللي المستوى الحلى فيها عالي، التمور، الفواكه المجففه عامه، التين مثلا او الموز او المانجا، هذه الفواكه اللي وايد في، العنب بعض الاوقات، اذا السكر فيها عالي وانت ما زال عندك مشكله تكيس ووقفتي كل الاشياء الثانيه وما فاد، لازم تفصفصين شوي اكثر في اكلش، تبحثين اعمق. ولكن ايضا تكيس المبايض ممكن انه يكون من السموم، ممكن الفوط الصحيه فيها سموم كثيره. بليز رجعوا حق حلقاتي، ما ابي اكرر الموضوع، ولكن تكلمت عن الفوط الصحيه يمكن 3 أو 4 حلقات. الفوط الصحيه النسائيه فيها سموم عاليه وفيها مبيض وفيها مبيدات حشريه وفيها اشياء كثيره، وانت تحطينها على منطقه في الجسم الامتصاص فيها جدا عالي، البشره الجلد هناك جدا الامتصاص فيه عالي، فياخذ هذا السموم بشكل متواصل، فلازم نستبدلها بخيارات اصح، وتكلمت عن الخيارات ايضا في الحلقات. القهوه والشاي، الكافيين، الامتناع عنه ممكن يقلل. ولكن خلينا نتكلم عن شنو الاشياء اللي لازم نزيدها. لازم نزيد اليود في الجسم عن طريق مكملات او عن طريق اكلات بحريه، اعشاب البحر مثلا. السيلينيوم يفضل انه يزيد مع اليود. سويت حلقه مره مع دكتور عبد الله اسمها سرطان الثدي، سرطان الثدي حلقه الاولى، وتكلم هو فيها عن كل المكملات اللي ينصح فيها لسرطان الثدي، ولكن هذا نفسها المكملات اللي بتفيد التكيس لان هي كلها مشاكل هرمونيه. فهو تكلم عن الزيوت خاصه زيت الحب السوداء كمثال، حبه البركه يعني. فتكلم عن كذا شيء، زيوت جدا مهمه، ولكن اليود من اهم الاشياء. تكيسات اللي تصير في الثدي ايضا، تليفات اللي تصير في الرحم في الثدي، كلها تتاثر لانه وايد ناقص عندنا اليود. ولازم تاخذين طبعا نوعيه جيده، وتعرفين شلون تاخذينه، مو بس اي احد يقدر ياخذ، مو بس حي الله منتج قصدي يعني. اوكي، ف اي في سؤال تقول بسمه تقول هل في طرق طبيعية للتقليل من الإحساس بالجوع المستمر؟ هذا سؤال جدا مهم، لأن هذه مشكلتنا، المشكلة الأزلية يعني، أن الجوع المستمر. فالسؤال الأول يا بسمة، ليش نخاف من الجوع؟ ماذا يحدث إذا أشعر بالجوع ولا أفعل شيء؟ يعني إيش بيصير؟ يعني إذا حسيت بجوع وما سويت شيء، احنا صرنا نخاف من الجوع، كأن انا الحين اذا جعت لازم اكل الحين ولا بيصير فيني. طبعا غير اللي عندهم سكر ممكن يصيدهم هبوط، ولكن خلوني بس اشرح. اذا اكلك متوازن عامة وتاكلين اكل صحي عامة، الجوع ما المفروض انه يسبب لك ذاك الهبوط اللي مزاجي يتعفس وحياتي تتعفس وما قادرة اركز وما قادرة افكر. وهو فقط تعايش مع الجوع، مثل ما يصير في رمضان. في البداية نحس إنه في شيء غلط، في البداية نحس إنه ما استحمل ما استحمل ما استحمل، مع الوقت ومع التعود يتحسن. فالسؤال الأكبر هو لماذا أرفض الجوع أو الشعور بالجوع؟ ففي البداية أبدأ أصل إلى مرحلة الجوع، لأن معظمنا ما نوصل حتى إلى مرحلة الجوع من كثر ما إحنا قاعدين ناكل باستمرار. أكل قبل لا أجوع، فإذا أكلت قبل لا أجوع ما أعطي نفسي فرصة أن أشعر بهذا الشعور وأتعايش معه، عرفته؟ ففي البداية كخطوة أولى أبدأ أصل إلى نقطة الجوع. يمكن حق معظم الناس بيكون هذا أصلاً شيء جديد، أن أنا تعلمت، أنا من زمان ما يعت أصلاً. تكتشفين لما تدخلين في مستويات الجوع. طبعا هذا الكلام لا ينطبق عن اللي عندهم مشاكل مع الاكل، او عندهم هذه اللي يسمونها eating disorders اللي مثلا انوركسيا ولا كذا، لان هذه عندهم اصلا يتجهون الى نقاط جدا
خلينا نقول متقدمة من الجوع، هذا ما نبيه، ولكن معظمنا لا يعرف الشعور بالجوع ولا يستطيع أن يجلس معه لأنه يخليه يحس بعدم الراحة. فالخطوة الأولى أن أنا بس أوصل إلى الجوع مرة ثانية، أبدأ أكل فقط عندما أجوع، وأبدأ أحتك مع هذا الشعور الفطري اللي أنا يمكن من زمان ناسيته. بعدين أحاول أن أنا أجلس كم دقيقة بعد ما أوصل إلى نقطة الجوع، أجلس كم دقيقة، يمكن أشرب ماء، ممكن أن أنا ألهي نفسي. بعض الأوقات يكون هو عطش مو جوع، ولكن إحنا ما فاهمين. فلما أشرب ماء أحس أنه أوكي شوي ارتويت، شوي خف الشعور، أجلس بعد دقيقتين زيادة، بعد 3 دقائق زيادة، شنو شعوري؟ ماذا يحدث؟ ليش هذا الرفض؟ ليش هذا الغضب اللي يطلع؟ تعرفون إحنا لما نكون بيبيز نتعود أن أول ما يصير جوع وأول ما أقول خلاص الأم سيدة تعطيك حليب وسيدة. فعندنا هذا خاصة إذا الأم كانت مباشرة تعطي الطفل حليب أول ما يقول فحتى في الأطفال، عند حتى في الأطفال الرضع خليه شوية يحس لما توصل، يعني الحين بيقولون انت ايش فيك؟ لا يعني انا اخلي عيالي يعني في بكاء وفي بكاء، بكاء الجوع ما في علينا، يعني هل هو يعان ولا لا؟ ما اصلا اذا انا قاعده اسال هالسؤال معناته هو ما ياع للحين، ياع يعني جاع. فماذا يحدث لو جلست شوي وبعدين اكل شوي؟ ابدا اخفف اكلي عشان حتى اقوم عن الاكل ما واصله لهذه المنطقه، المرحله اللي احس اني بختنق من كثر الاكل. فالجوع حاله نفسيه، حلو ان احنا شوي نجرب فيها بعض الاشياء، لان بعض الاوقات احنا ناكل لان عندنا نقص حب، ولا عندنا نقص من الملل، يعني ممكن ناكل لأن ملل، ولا ناكل لأن ما عندنا شيء نسويه، ولا ناكل لأن عندنا نقص حب، ولا ناكل لأسباب كثيرة معظمها ما تكون بسبب الجوع. فأنت ما تعرفين تتعايشين مع الجوع، فمن نتعلم. فأنا مع الوقت، أنا أول كنت من هذا، لأن الناس اللي لما يوعون خلاص ما أستحمل، حتى مزاجي يتعفس، حتى أبتدي عادي إذا حد يقول لي شيء يعني أقط كلمة غلط، ولا يعني بدون شعور يصير غضب. مع الوقت على مر السنين لما أكلي صار متوازن أكثر، صار الجوع لا يعني شيء، يعني العطش بالنسبة لي مهم، إذا أشرب ماء خلاص أنا أوكي، يعني حتى أقدر يوم كامل مثلا ما أفكر في الأكل يعني عادي. وهذا مريح، لأن إذا واحد يبي يشفي قولون، يبي يشفي معدة، يبي يشفي كثير من الشفاء يحدث في الصيام، في وقت الصيام، الصيام عن الأكل يعني. فالصيام المتقطع جدا جدا مهم، وتكلمت عنه في كذا حلقة، وهو اللي يساعد في التخلص من كثير من المشاكل الجسدية، لأنه يطفي الجسم كأنه، ويساعدك في التخلص من المشاكل، يساعدك في العلاج، قصدي في الشفاء. حس طولت على مسؤال الجوع، فخلنا نقول ليش بعد 40 ما ينزل الوزن؟ أشياء وايد بعد 40 تقل، تبطأ، ما بقول تتوقف ولكن تبطأ، ولازم شوي نحط، يعني هو في مثل يقول لك ان اول 50 سنة تعطى لك، وال50 سنة اللي بعدها انت لازم تشتغل عليها. فطبعا الاعمار بيد الله، ولكن ان هي اول 50 سنة تقدر انت تمشي حالك حتى بالخراب، يعني حتى بالغلط اوكي، يعني حتى قولي للـ40 مو بـ50، بعدين بتبدأ تبين نتائج الخيارات اللي انت قاعد تاخذها. بعد 50 صعب جدا ان انت تفلت بالخيارات الخطأ، لازم تشتغل على روحك اكثر. فبعد 40 لان يصير في تغيير هرمونات وتغيير كذا، فلازم اسوي رياضة اكثر، لازم اقلل اكل اكثر. فقد نجد ان انا بعد 40 عن نفسي يعني اكل وايد اقل من اول، وايد اقل من اول، عشان فقط ابقى على الوزن اللي انا فيه الحين. فعملية الحرق ممكن تقل، ولكن في طرق ممكن أنا أسرعها، يعني إذا التنفس الصحيح ممكن أن يسرع عندي عملية الحرق، الرياضة طبعا. فلازم الواحد يشتغل على روحه أكثر، من ناحية رياضة، من ناحية أكل، ومن ناحية أيضا تهدئة الأفكار، لأن الذهن أيضا شغال، لأن الحين صار لـ40 سنة يفكر، فمجمع، وطبعا المسؤوليات تزيد، والأوضاع إذا تساءت لازم، فلازم تبدأ تشتغل أيضا على التأمل، على السكينة، على تهدئة العقل، تهدئة الذهن. فينزل، فكل شيء يقل لازم تشتغلين عليه. بس نلقى بعض الأوقات نلقى هذا الروتين الجديد اللي يمشي ويا 40 مثلا.
وكل كم سنه لازم تحدثينه شوي هذا البرنامج، بس بتلقين هذا المكان اللي يحدث فيه الاتزان. بس ان انا بفكر ان انا بظن ان انا عقب الأربعين بقدر اسوي نفس الاشياء اللي كنت اسويها وانا في العشرينات، صعب جدا صعب جدا. وفي اشياء تتحسن يعني طبعا، لان الواحد يكون عنده حكمه، يكون عنده هذا النضوج العقلي، يكون عنده ايضا درجه من مع النضوج العقلي. شنو ابي اقول يعني، ان الواحد ما يشتط على الاشياء مثل قبل، ما يدخل في هذه الزوبعه الافكار او الشطه او الغضب اللي كان يصير في العشرينات. قبل كنا يعني كان عاده يكونون اللي في العشرينات ما يمكن حماس زايد، يمكن غضب زايد، يمكن يعني يشتط اكثر على الماضي. فهذا الهدوء النفسي اللي تكتشف ان الحياه ترى طويله وماراثون ولازم نهدي اللعب شوي، وكل شيء بيو بيروح يعني، ما ادري، يصير في هذه الحكمه، يصير في هذا الهدوء. ففي ايجابيات كثيره ايضا مع العمر تاتي، ولازم نتكلم عنها يعني اذا واحد بيتكلم عن، لان احس نوايد في تركيز اليوم على الرجوع الى الوراء في العمر. فحلو ان نتكلم عن ايجابيات العمر. في اشياء تصير ممكن تصير احلى يعني، ممكن المراه عقب ما ربت عيالها وخلصت وطلعوا من البيت، يمكن تقدر تركز اكثر على تاملها، على غذائها، على بشرتها، على احساسها بالداخل، هي من تبي تكون يعني، يعطيك عامل الوقت ايضا يعني. احنا صغار يكون ما ادري شطه اكثر يعني، ما في وقت. بديل الرز والخبز، سويت حلقة كاملة على يوتيوب اسمها بدائل الخبز، ووايد عليها إقبال لأن كلكم تموتون على الخبز، وفي بدائل جدا جدا جميلة للخبز، فرجعوا إلى الحلقة وتشوفوها. آخر سؤال، محمد يقول، فاطمة محمد تقول مشكورة جدا، حبيت أسأل عن الأوقات المناسبة للتنظيف الكبد، وهل زيت الزيتون يعمل على تنظيف الكبد؟ ما هو الوقت الذي يبدأ فيه الكبد بتنظيف نفسه أثناء الليل؟ هذا سؤال حلو. في عندي على أكاديمية علياء دورة كاملة اسمها تنظيف الكبد والمرارة، نقدر نطلع عن طريق هذا التنظيف تطلع الحصوات. أنا عن نفسي سويت التنظيف تقريبا 11 مرة. في مختصين يحبون التنظيف، وفي مختصين يقولون لك لا وما يصير. الطب الحديث يرفض تماما هذا التنظيف الطبيعي للمرارة والكبد، لأنه يقول لك أن الحصوات تعلق. هي في الواقع الحصوات ما تعلق، لأن في فترة تهيئة 6 أيام نتأكد فيها أن الحصوات لانت، ففي هذه فترة التهيئة نلين الحصوات عشان ما تعلق لما تطلع من القناة المرارية. فمستحيل أن إذا أنت سويت التهيئة أن هي بتعلق، فلا حد يقول لك أنه ممكن الحصوات تعلق. الشيء الثاني بجاوب سؤالها الحين، نسيت أن هي سأل سؤال معين. السؤال الشق الثاني من الإجابة، ان كثيرين يظنون ان الحصوات في المراره فقط، ولكن هناك حصوات في الكبد ايضا. فهذه حتى اللي ما عندهم مراره ممكن تكون عندهم حصوات في الكبد. في الواقع اغلب الظن لو كان عنده في المراره وشالوا المراره، اغلب الظن عنده في الكبد ايضا، وهي غير عن حصوات الكلى والمثانه، وطريقه تنظيفها واخراجها مختلفه تماما. فهني هي تقول شنو افضل وقت لتنظيف الكبد. انا تكلمت عن كل هالتفاصيل في الدوره، وفي الدورة حتى في سين جيم، إذا ما اشتركت في الدورة، في سين جيم عن التنظيف مجاني. ممكن أنت تضغط قبل تختار تدخل الدورة ولا لا، تضغط هذا السين جيم وتشوف عن الأسئلة المتكررة اللي جاوبتها، لأنه وايد توصلني أسئلة من هالنوع. فأحسن وقت يكون التنظيف مع القمر الجديد، مو مع القمر المكتمل. فاليوم أظن اليوم أو بكرة بيكون القمر مكتمل، ما يناسب، لازم يكون اليوم السادس مع القمر الجديد، لأنه وايد أشياء تزيد او تسوء تتفاقم يعني، او يمكن تصير مبالغ فيها الاعراض مع القمر المكتمل. يعني حتى مثلا احتقان الماء في الجسم، هاي شيء معروف يعني، احتقان الماء في الجسم يزيد عاده مع لما يكون القمر بدر. الدوره الشهريه مثلا، اذا واحده عندها دوره شهريه مع القمر عاده مع البدر تكون عاده اقوى. اي حاله صحيه يعني، انا اذا عندي مثلا حساسيات ممكن الحساسيات تزيد أكثر في وقت القمر المكتمل. فيفضل أن إذا بتسوين شيء عود من هالنوع بهذا الحجم تأثيره جدا كبير على الجسم، يفضل أنه ما يكون إلا مع القمر الجديد، اللي يكون تكون كل شيء هدأ في ذاك الوقت اللي ما في قمر يعني في السماء، ما في قمر. فهذا أحسن وقت. ومن ناحية أحسن فصل، دائما مع تغير الفصول، فهذا الوقت جيد، لأن الحين طبعا اللي بيشوف الحلقة بعدين ما عرف كم أي فصل بيكون، ولكن الآن في الوقت اللي أنا سويت فيها الحلقة
احنا بين الصيف والخريف كأنه او بين الصيف والشتاء، فهذا الفصل فهذا الوقت جيد دائما مع التغير، حلو ان الواحد يسوي التنظيف، ولكن لانه اصلا لازم تكملين عليه كذا تنظيف تسوينه، فانت مواصله يعني لما تطلع كل الحصوات. سؤالها الثاني، هل زيت الزيتون يعمل على تنظيف الكبد؟ هي خلطه معينه فيها زيت زيتون، فيها عصير جريب فروت، فيها كذا، تشربها في ساعه معينه بكميات معينه. لا تلعبون بليز، لان اللي عطى هذا التنظيف السمعه السيئه هم الناس اللي يطبقون حيالله تنظيف من الانترنت ولا اشياء غير موثوقه. يعني اتبع شخص، مو بشرط انا، بس اذا بتسوي هالتنظيف اتبع شخص انت تثق فيه ثقه عمياء عشان تتاكد ان طريقته طريقه صحيحه، لان كثيرين يتبعون الطريقه الغلط عقب تصير فيهم مضاعفات وتصير فيهم مشاكل. وفي بعض الاشخاص ما ينفع لهم، اذا انت عندك قولون وعندك تاخذين عندك غده وتاخذين مليون حبوب وعندك معده وعندك ما ادري شنو، وتشوف انه هو موضه وان كثيرين قاعدين يسوونه، واذا انا ابي اسويه بعد، ما يصلح للكل. يعني انت بعد تشوفي صحتك، تشوفي حالتك النفسيه، تشوف عدلي بعض الاشياء الاخرى، عدل اكلك، عدل حياتك، وبعدين ابدا طبق شيء من هالنوع، لانه ما اقول لك صعب بس مو سهل لهالدرجة انه خلاص احي الله اي احد يقدر يدخل فيه. فالمهم الدورة موجودة على اكاديمية علياء، وفي دورات كثيرة عندنا على الاكاديمية، وان شاء الله بزيد دورة ان شاء الله بعد كم يوم، احاول ان شاء الله اليوم اخلصها، بزيد دورات بشكل متواصل على الاكاديمية. واذا عندكم اقتراح دورات ولا اقتراح حلقات، ولا حلقاتي تنزل على يوتيوب بعد البث الحي على انستغرام، تنزل على يوتيوب، وعندي الحلقات اللي عليها المحظوره من يوتيوب اللي ما يرضون يحطونها يوتيوب، لان هالايام حتى يوتيوب صاير يسوي تعتيم ومنع. عندي حساب على بتشوت، بتشوت هي بالضبط مثل يوتيوب، قناه مثل يوتيوب بالضبط ولكن بدون المنع، فقناتي جدا حديثه يعني جديده على بتشوت، فما عندي وايد متابعين، ولكن الحلقات الشائكه احطها هناك، وان شاء الله في المستقبل بينزلون على المكانين يعني، ولكن للحين ما دبرت اموري من هالناحيه. واذا عندكم اقتراح منصه اخرى بالعكس يعني ليش لا، بس المشكله الوقت يعني واحد ما عنده، مو دائما عنده وقت. بس شكرا لكم على وجودكم على البث الحي، شكرا 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 عن المشاعر وامراض الجسم والامه، كتبوا لي في التعليق رجاء، رجعوا البوست او اذا شفتوا هالحلقه على يوتيوب كتبوا لي في التعليق اقتراحات حلقات مستقبليه، اسئلتكم جدا جميله، وتقول لي اسم البرنامج على يوتيوب بنفس اسمي، كتبي علي المؤيد كل مكان، انا حساباتي بنفس الاسم على سناب شات، على تويتر، على انستغرام، على كل المنصات بنفس الاسم، نفس السبيلينج، نفس الاسم بالضبط. فايه حطوا لي رجعوا، لان الحين هذا بينمسح اذا اشوف التعليق بالبث الحي. شكرا شكرا يا عائشه، حطت لي قلوب قلوب اللي تنمسح التعليقات وما اقدر ارجع لها. كم وزنك كتبت لي مريم؟ شكرا حبايبي. اي فتنمسح التعليقات، رجعوا حطوا لي اذا تبون موضوع معين ولا كذا، رجعوا على البوست وحطوا لي اياه كتعليق عشان اعرف المستقبل اختار منها ان شاء الله. شكرا لوجودكم، ونراكم ان شاء الله في المستقبل.